كندا تاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. شبكة المواصلات فيها من أهم أسباب نجاح الدولة ونمو اقتصادها ورفاهية مواطنيها. الدولة هنا بتربط شمالها وجنوبها، شرقها وغربها بشبكة مواصلات في البر والبحر والجو. كل ده كلام كويس، احنا مش هنتكلم عنه خالص. احنا هنتكلم عن المواصلات اليومية اللي بيحتاجها المهاجر العادي، انواعها، الفروقات بينها، اسعارها. شبكة السكة الحديد في كندا واحدة من أهم المرافق. هنا السكة الحديد بتربط بين الولايات المختلفة، المدن المختلفة، وجوه نفس المدينة. جو ستيشن هي شبكة سكة حديد مكونة من 7 خطوط على 65 محطة، تربط مناطق جي تي اي أو جريت تورونتو إيريا أو منطقة تورونتو الكبرى. بيشتغل تقريبا من 5 الصبح لغاية 1 بعد نص الليل. المواعيد دي بتختلف من محطة للتانية. الأسعار متفاوتة حسب المنطقة والمسافة، عمر الراكب إن كان بالغ أو طفل أو من الرواد، عدد الأيام وعدد الرحلات المتوقعة، عدد الركاب إن كان فرد أو مجموعة. القطر عبارة عن دورين، الدور اللي تحت ينفع نتكلم فيه عادي، الدور اللي فوق كوايت زون. الأوتوبيسات أنواعها وخدماتها مختلفة، في منها اللي بيخدم المواطنين جوه نفس المنطقة، وفي منها اللي بيخدم المواطنين بين مناطق ومدن مختلفة. الأسعار بتتراوح ما بين 3 دولار للبالغين و2 دولار للأطفال والرواد. سبوي هي 5 خطوط بيغطوا مساحة مدينة تورونتو. بيشتغل كل أيام الأسبوع من 6 الصبح لواحدة ونص بعد نص الليل، ما عدا يوم الأحد من 8 الصبح لحد 1 ونص بعد نص الليل. في بعض المناسبات زي الكريسماس ورأس السنة الميلادية المواعيد بتختلف، ممكن تبتدي من 10 الصبح. الأسعار تقريبا 3 دولار للبالغين و2 دولار للطلبة والرواد. 11 خط بيغطوا مدينة تورونتو، أكبر شبكة ترام في أمريكا الشمالية كلها. بيشتغل كل أيام الأسبوع من 6 الصبح لواحدة ونص بعد نص الليل، ما عدا يوم الأحد من 8 الصبح لواحدة ونص بعد نص الليل. في بعض المناسبات ممكن يبتدي من 10 الصبح. الأسعار تقريبا 3 دولار للبالغين و2 دولار للطلبة والرواد. كل وسيلة مواصلات لها الويب سايت بتاعها، تقدر من خلاله تعرف خط سير الرحلة، مواعيد القيام، مواعيد الوصول، التكاليف، وكمان المحطات اللي بتغير فيها من وسيلة للتانية. بريستو كارد هو كارت الكتروني ممكن تستعمله في معظم وسائل المواصلات في كندا. الكارت بتشحن له رصيد من الموقع الالكتروني بتاعه presto-card.ca او من اي شباك تذاكر في اي محطه. استخدام الكارت سهل خالص. الكارت تستخدمه في المحطه اللي هتركب منها، وترجع تاني تستخدمه في المحطه اللي انت هتنزل منها، والسيستم بيحسب لوحده عدد المحطات اللي انت ركبتها ويخصم القيمه المطلوبه من الرصيد بتاعك. لكن لو استعملته في المحطة اللي هتركب منها ونسيت تستعمله في المحطة اللي هتنزل منها، السيستم هيحسب انك نزلت في اخر محطة في الخط، ودي حاجة مش هتبسطك خالص. لو انت استخدامك ثابت، بتركب دايما من محطة معينة وتنزل في محطة معينة كل يوم، بتروح شغل، بتروح كلية، بتروح مدرسة، ينفع تظبط الكارت ان انت هتركب من المحطة دي وتنزل في المحطة دي وترجع كل يوم. بمعنى انك تعمل تاب في المحطه اللي هتركب منها والسيستم يحسب لوحده انت هتنزل في انهي محطه، ونفس الفكره وانت راجع هتعمل تاب في المحطه اللي هترجع منها والسيستم يحسب لوحده انت هتنزل في انهي محطه. لكن لو هتنزل في محطه مختلفه يفضل طبعا انك تعمل تاب وانت خارج علشان السيستم يحسب المسافه الفعليه اللي انت ركبتها. لو مفتش جه واكتشف ان في حد ما عملش تاب للكارت
في المحطة اللي ركب منها غرامة $100 فوري وانت واقف. البايك شير ده بقى نظام لطيف جدا، تعمل عضوية يبقى من حقك تستخدم 2000 عجلة موجودين في 200 محطة، تاخد العجلة من أي محطة وتسيبها في أقرب محطة من المشوار اللي انت رايحه. أول نص ساعة فري، بعد كده كل نص ساعة عليها رسوم إضافية تصاعدية، بمعنى أن تاني نص ساعة عليها $1.50، تالت نص ساعة عليها $4، رابع نص ساعة عليها $7 وهكذا. الاشتراك كذا نوع، اشتراك يوم واحد $7، اشتراك 3 ايام $15، او اشتراك سنوي $90، وكارت بريستو عليه خصم 40%. ده زرار موجود عند كل اشارات المرور، اي حد عايز يعدي الشارع يدوس كده اشاره عبور المشاة تتفتح له. وممكن كمان تلاقي الزرار دوت في نص الشارع كده عادي من غير اشاره، تيجي عند علامة عبور المشاة دي تدوس الزرار يقفل لك الشارع تروح معدي. هنا الأولوية دايما للأصغر، الأضعف هو الأقوى بالقانون على طول الخط، يعني المشاة أهم من العجل، والعجل ليه أولوية عن العربيات. هنا بجد الصغير بيحترم الكبير والكبير بيعطف على الصغير. لو في اي اسئله عندك احنا ما جاوبناهاش في الحلقه دي من فضلك ابعت لنا بسرعه، ويا رب تكون الحلقه كانت مفيده ليكم، وتابعوا معنا الحلقات الجايه.